بليطو الرزق. الرزق هو الرزق. انا كنقول بان الرزق هو الصحه. شتي الانسان كي كيفيق صحيح في حياته كيفيق، يعني اول حاجه في الرزق ماشي هي فلوس، هي الانسان يكون كيشوف كيسمع كيتمشى كيحس، يعني في صحته. هذيك الصحه راه كتجيب كتجيب هذاك الرزق ديال ذاك النهار ديالك، راه ما تقدرش تجيب الرزق ديال غدا، ما يمكنش، يعني كتجيب ذاك الرزق ديال ذاك النهار. وانا كنامن بهذه الفكره هذه ديال ما نجريش من مور من مور الماده، واللي عطاه لي ربي راني يعني فعلا الرزق والصحه. ولكن راه الصحه خاصة شوية ديال الفلوس باش تهلا فيها ولا لا؟ السلام عليكم الخوت، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد. المهم قبل ما نبداو خليو لي شي لايك، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، اشتركوا في القناة وفعلوا معكم الجرس، خليو لي التعليق الزوينة ديالكم ويلا نبداو. وقتاش قلبك تكتك؟ قلبي تكتك قلبي تكتك من نهار شفتو كنت فوطخ أول لقاء. شكون هو؟ راجلي سؤال قلبي تكتك على من يتكتك من قلبك تكتك. ما غنيتوش اغنيه ديال الزرزور؟ لا ما كنغنيوش داكشي مباشره. قلبك تكتك مباشره قلبي. ما دزتوش الاغنيه ديال الزرزور؟ لا ما كندوزوش لداكشي، حيت اللي كيدوز لداكشي ما كيتزوجش كيبقى في داكشي. نعم كي جاتك الاغنيه ديال الزرزور؟ زوينه. نعم و هذا كفنان واختار يغني ديك الاغنيه والناس تفاعلوا معها، ويدير شي حاجه الله يكملها. ولكن راي ديالك انت كفنانه ومؤثره، بغيتك تقول لي اغنيه ديال البرتوج ديال لارتيست واش عجباتك ولا ما عجباتكش؟ هي فريت ديالها زوين، الكلمات ديالها ماشي كلمات محترمه، ولكن كيبقى هو هذاك في الاختيار ديالو. ما انت كتنغمي عليها ولكن عندك تحفظ من الكلمات. اه وراه المغرب كله كي واش نكذبوا على راسنا؟ راه المغرب كله كي كيتفاعل معاها وكتعجبو وكيتنغم عليها. هذا لا يعني انها عجبتك. لا ولكن بزاف ديال الاغاني كنسمعوهم وغير حقاش الريتم ديالهم زوين والموسيقى زوينه كنبقاو كنعاودو كنغنيوهم وصافي. كاين بعض المرات كتغني شي اغنيه كاع ما كتفهمهاش شنو كتقول. غير كنشطحوا عليها. انت الزرزور غير شطحتي عليها؟ ما شطحتش عليها، انا ما كنشطحش. نغماتك؟ نغماتني. اعطيني جوج كلمات نقدروا نحيدوهم من دوك الكلمه ديال الزرزور اللي ما عجبوكش فيهم. انا ما بغيتش كاع نقول دوك الكلمات، ما بغيتش نطق بهم وما بغيتش ندوي على هذه الاغنيه. احترامي لصاحب الاغنيه اللي كيدير داكشي يبقى داكشي. باغي يكمل دينو مشى للحبس، اللي باغي يكمل دينو تخربت حياته، اللي باغي يكمل دينو في بيت زوجي جوج مرا تحزات له على الخصة ديالو، اللي باغي يكمل دينو مشى حزات له على البيت ديالو على السياره، اللي باغي يكمل دينو بيت زوجيه حرمات من الاولاد ديالو، اللي باغي يكمل دينو داتو في شكايه كيديه داتو للحبس، اللي باغي يكمل دينو داتو دات له وكلاته السموم لبعض العيالات تمشي عند بعض العشابه. وحنايا هادي كنطالبوا من الدوله ديالنا الدور على العشابه والفقهاء والشوافات اللي تعطوا الميكروبات لبعض العيالات اللي ما عندهم لا دين لا ملة، عندهم القماش دماغهم اللي كنشوفوا حنا واحد الطائرة بزاف ديال الآلاف السي حميد الناس اللي ماتوا ابتكال. ودابا هذه طائرة معروفة بها للأسف الشديد. كلام كله صحيح وحق الله. قلت لكم الخوت كنشكركم خوتي المغاربة داخل الأرض الوطن وخارج الأرض الوطن. الحبس واخا ضربتو مشيت عند الحكرة على الدراوش، مشيت عند الحكرة على الدراوش والحبس واخا ضربتو قال لك الحبس ما يخلعناش والعبد ما يخوفناش، وراه عندنا تاريخ ماشي الهضره في الريح، والثاني فينا شيخ. وكما نقولوا واخا تشديت في الحبس بغا يكعكعوني، بغا يردوني كعكع، بحال زعما يردوني كعكع. داو لي السروال ديال البارا ديالي اللي كان عندي، وداو لي الجاكيطات هي ديال العسكر ديال الميريكان دوريجين، وداو لي الكاسكيطات هي دوريجين اللي فيها الصليب من هنا كما كنقولوا ديال اسرائيل. والدولية البروتكا، البروتكا كان عندي سميتو البولار كاع ما لابسينو هما بعدا كاع. الدولية البروتكا كان هو سميتو البولار. على القدس عليهم. الدولية ذاك الباتري تو باش كنشارجي تليفون. الدولية البوليس مني كنا هنا في المحكمة، مني تمو غادي نبين الحبس ديال العكاشة، هذاك اللي سايق الصافيط عدو الباتري هازو. ومني وصلنا للعكاشة مني كتي الباتري قال لي ما شفت لا باتري لا والو. علاش؟ مع سايق الصافيط بيت شاد البولار بيت. وزرع الخيط في الباتري وزرع الخيط في التليفون ديالو بلي التليفون كيتشارجا قال مربوح هذا باور بانك هذا الشارج اللي كان عندي انا الشارج ديال لانمان. واخا سي علاه بعد ما غتاخذ المحجوز ديالك وغتسترجع القناه ديالك الكود اللي عندك واش غتستمر في هذوك الاعمال اللي كنت كدير اللي عرفوك المغاربه بهم ان القادوس
واش غتستمر من جديد؟ ان شاء الله انا غنبقى معاهم حتى الموت ان شاء الله بحول الله حتى الموت. ايوا على سلامتك السي علاب، نتمنى تبعد تشد فمك شويه وما تبقاش غير داوي خاوي. عرفتوا تفاجات بكميه لي ميساج اللي وصلوا لي في الدايركت على ود واحد الاشياءات ديال واحد السيده كانت اونفاس معايا مسكينه الله يذكرها بخير، ورعيت ما نحضر. انا راه كان ايفيتي نصور في البحر، ملي وصلت لهنايا كتقولي علاش ما كتصوريش، وهادي كاين اللي كيقول لي رجاء صوري لي نشوفوا الجو كيف داير. كي غنصور لكم انا بحال جالسه في حمام الزيتونه، انا بحال جالسه في حمام حفيظه، ما كاينه السليب والاشياءات لعلك ترضى. كتشمشوا مار من تحت، والاشياءات ديالهم خاصهم يكونوا اوبن اريا، فماشي كلهم ولكن الاغلبيه. هادشي اللي كاين زلقوا ليا، عيت ما نحضي، والاشياء ديال دوك السيده راه الحمد لله ما بانوش كيف ما هما. راه باين انت لي موراك على فان زبيطان. ويلي على فان زبيطان، انا كيلقى الغير مول الصغير هاي طوب ليا مال. وانت اش درت بحالي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. رجلي احسن من وجهك، نسيتي رجلي احسن. شوف قال واحد السوسي حدانا، جاب واحد ولد في الحانوت، جاب واحد ولد من البلاد، السوسي باقي ديال القبيجة، قال لا العقا ديال هكا معقول باقي فيا المعقول ديالك وكازاكا في الحانوت مازال ما تعرفها. تنجي انا تنوقف قدامو تنبقى نشوف فيه، ما تنبغيش نهضر، ومول الحانوت تعبني صاحبي تنبقى نشوف فيه بعيني، بقيت تقول لي شنو بغيتي؟ تنقول غير تنشوف، تقول لي عندك شي شغل؟ يلا عندك شي شغل؟ تيدير تيجبد واحد العصا تحطها فوق الكونتوار، تنقول لا انا غير تنشوف انا وصافي. عندك شي شغل؟ الا كنتي البوليس سير الكوميساريه ديالك قابلو، ما تقابلني انا زعما راه جا واحد من البلاد ما بقاش بادي كاش باش انت كانا البارح بان لك ولا ما باش غدا على الله خلاص كان راه ما كاش داير ليا، ما عمرو كان باين ليا فين هو حتى واحد ما كيبانش ليك، ما عمرو كان باين ليا في الزواج انايا غير كنلقى واحد فهمتي واحد الضغط من عند الطرف الاخر كيبغي يتزوج بيا كيبغي يتزوج بيا وكنقول صافي نجربوا هذه المساله ملي كتشوف خاطرو دير لي خاطرو من بعد كت لا تنقول لا لا عندك شي شروط بقيت عندك شي شروط لا كيفاش بغيتي يكون طويل زعما فيزيكمون ما عنديش شي شرط معين لا ماشي ما عنديش مشكل بس يكون كيعجبني بيان سي يكون كيعجبك بزاف يكون عنده اخلاق يكون عنده اخلاق وليت كنفكر ما كنتش هكا شحال يكون راجل كون راجل قلتي لي كتقولي كنا كان هذا راجلي راجلي ديال بصح ما نقولك ما كاينش لا كاين حتى واحد ما كنتمنى يكون راجلي واش عزيز داداس عزيز حطاب ولا عبد الصمد مفتاح الخير عزيز داداس علاش عزيز داداس بالضبط كيضحكني لا عزيز عليا ولكن بغيتي تجوزني شغلك هذاك نديرو بحال البيض ولا عزيز داداس نهار المنبر كنطلب يدك من خلال برنامج كاريزما خلصي عليا هذه دعوه مسكينه انقطعت يا طح طح كنحط راسها وصلت ل 50 وما تجيبوش